مالك رحمه الله قال: أما الإقامة فإنها لا تثنى. لماذا؟ لأنه ذلك الذي أدرك عليه أهل العلم ببلده، وهذا له منزع أيضا في حديث الصحيحين، حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. واستدل المالكية أيضا على هذا برواية عند لحديث أبي محذورة عند الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة، أمره أن يقيم مرة واحدة، فهذا مثل يوتر الإقامة. فعلى هذا كم تكون كلمات الإقامة عند المالكية؟ تكون عشرا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، عشر كلمات. أما الحنفية فإن الإقامة عندهم تثنى كالأذان سواء بسواء، ويزاد عليها قد قامت الصلاة مرتين. ودليلهم على ذلك حديث أبي محذورة في رواية، هذه الرواية التي أذكر لكم ليس شيء منها ضعيفا، هذا الخلاف كله في رواية أبي محذورة وكلها صحيحة عند المحدثين. هذه الرواية عند الإمام أحمد وغيره أن أبا محذورة رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، ولا تكون 17 كلمة إلا على هذا الذي ذكرت لكم. الإقامة عند الأحناف مثلا: الله أكبر، الله أكبر، لمزل الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، شحال دابا؟ 10. حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، 17 كلمة. الشافعية والحنابلة يفردون إقامة كالمالكية، لكنهم يشفعون قد قامت الصلاة. كم عدد كلمة الإقامة عندهم؟ 11 كلمة، 11. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وهم يستدلون بما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، مرتين، والإقامة مرة، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فإذا رجعنا، قلت لكم أنا كذلك الشأن بالنسبة للأذان، إذا سلكنا مسلك الترجيح الذي يرجح هو مذهب المالكية، لأنه إن كان الجميع يستدل بأحاديث صحيحة إلا أن مع المالكية ما ليس مع غيرهم من العامي المتصل الذي مستنده التوقيف، مستنده النقل وليس مستنده الاجتهاد. والأولى أن يسلك في مثل هذا مسلك الجمع، ويقال كل ذلك جائز. فأي لفظ أتى به المقيم أتى به بالإقامة فقد جاز.